طبعا دلوقتي واحد زيك عارف يعني ايه كلاب شو لاين وورك لاين ومواصفات ومش مواصفات. ما شفناكش دخلت يعني، انت الحمد لله عندك هنا حاجات تمام اعتقد كمان بورق. بإذن الله. ليه ناسي خالص موضوع الشهادة؟ يعني ليه ما تقول مثلا هدخل شو وهنافس ونشوف انا تمام مستوايا ايه وكده؟ تمام صراحة بأمانة 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 ولا لا بأمانة الناس متعودة معانا على لا أمانة؟ بأمانة تمام. بص يا سيدي، صلى على النبي. عليك أول حاجة الحمد لله أنا عندي كلاب كويسة، وغير كده وكده حتى لو ما عنديش كلاب من اللي هي بتاعت الشو تمام، انت شفت ان في كلاب كويسه. بسم الله انت ما شاء شفت، الله. وفي كلاب احنا خافينا عن اليوتيوب كمان ما ينفعش ان احنا ننزلها تمام، وبتبقى ليها ورق ولها كل حاجه، وبنجوز منها ونطلع سلالات احسن من الكلاب اللي هم بيشوفوه في الفيديوهات. الله تمام يبارك لك. الحمد لله. في حاجه بقى، اول ما بدات في تربيه الكلاب اتعلمت ان شفت قدامي، مش اتعلمت شفت قدامي، ان كل مربيين الكلاب اغلبيتهم بيتكلموا على بعض صراحه. ماشي. قلنا نقول الصراحه. ماشي. تمام. اغلبيته بيتكلم على بعضه، مش المربيين اللي هم مربيين كلاب في بيتهم كلب او كلبين، لا اللي هو عنده اعداد ودايما بيحب الخير يكون عنده بس، وده اللي انا دايما بهاجمه في كل في قناتي المجالات. وده دايما اللي بهاجمه في قناتي تمام، يعني بقول يا جماعه ليه ما نحطش ايدينا نحن في واحد. ففوجئت ان يعني ايه لو انا عندي كلب مستوى كويس تلاقيني عايز اجيب مهند يتفرج عليه علشان اغيظه بيه تمام. فطبعا المشاهد دي لما شفتها كتير واتكررت قدامي كتير، فانا ما بحبش اتقرب كتير من المربيين اللي هم بيخشوا الشهات والحاجات دي، ما بحبش اتقرب منهم كتير خدت بالك، او بجتنب او ببقى مع نفسي. ولا على سبيل ان انت تروح تتفرج بس على الدنيا من غير لا ما تحتك؟ لا 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 ما بحبش اشوف حاجه مش حاجتي، ده طبيعي يعني. ما بحبش مهند عنده كلب كويس ويجي كلب مستوى عالي خالص. لا بس برضو احنا جوانا فينا يعني ايه. لا انا دلوقتي انا مبسوط. بص يا مهند، يعني بص يا مهند، ما عنديش استطاعه مثلا اني جاي على 3 4 ذكوره من اللي عندي مع انتيتين نبيعهم ونجيب كلب تقيل خالص. طبعًا. كلب فورة طبعًا. خالص. طبعًا. ما عنديش استطاعه نبيع خلفتين جراوي وتجيب ونجيب كلب تقيل. في ناس بتتابعني من هنا، بتتابع القناه بتاعتي من المانيا، ما عنديش استطاعه ان هو يبعت لي كلب. طبعا عندي استطاعه لكل حاجه، بس فضلت ان انا لما اطلع انا هيبقى عندي باذن الله قريب جدا هيبقى في مستويات ما حدش يتخيل تمام باذن الله ومشيئة ربنا. بس انا في حياتي وفي الحياه العمليه كمان بفضل ان لما اطلع ما اسندش على حد تمام، وفي نفس الوقت اطلع واحده واحده ما تستعجلش ما نستعجلش، ولو لا قدر الله بعد عمر طويل لي يموت عندي عيالة هتكمل باذن الله، هتكمل في الموضوع ده وانا مقنعهم في الموضوع ده يعني. يعني لا 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 انا يعني عندي ياسين ده مستقبله، انا ربنا يخليه بدخل له مستقبل كويس، لان هو الولد من صغره وخليته بدأ بالبلدي. ما انا شفت من صغره تمام، يعني لما يبقى طفل في اولى ابتدائي قناته على 50,000 مشترك، فطبعا الناس حبه دخلت الطفل مع الكلاب كلها خدت بالك. لكن لما نطلع ابني، طب ما انا عندي كلاب مستوى كويس، طب ما هو ممكن يندمج مع كلب فيهم وينزل بيه فيديوهات. لا لا لا، الولد طالع يحب الكلب البلدي من صغره، ده بيبدا ان هو ياخدها على مراحل، وانا برضو هنتم ناخدها على مراحل لحد ما نوصل للي انا عايزه باذن الله وبمشيئه ربنا، وطبعا بوقفه الناس معانا. من الشهاد بقى لسوق الجمعه. سوق الجمعه يعني كلنا اكيد دخلنا في الخلاط بتاع سوق الجمعه. ما تقوليش ان انت انت ما شفتش الحاله اللي انا كنت منزلها قبل كده. انا بتاع سوق الجمعه. لا لا انا كنت لا ما انا في ما في انا لا انا كنت منزل حلقه بنصح فيها الناس. لا انا بكلمك من صغرك. من صغري شفت يعني كنت بتروح من هواه ان انت تروح تتفرج. مره واحده اللي رحت سوق الجمعه، رحت مره واحده اللي رحت فيها سوق الجمعه في اسكندريه، اشتريت كلب ليلو طلع بخصيه واحده وطلع اعرج وطلع عنده جرب حساسيه وطلع. انت طبعا ما كانش فيه الخبره اللي كنت فيها دلوقتي. لا ما كانش فيه خبره عاليه. لا 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 لا, 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 لا كان من زمان وانا في المدرسه تمام. وطبعا اللي بيشتري حاجه ولا بيبيع حاجه ولا طيب تعرف طيب صاحبه. في ولا نقطه بقى، في نقطه بقى الكلب طلع فيه المشاكل دي كلها، عايز ارجعه ازاي؟ السوبر ماركت فين بقى؟ فين بقى يا باشا؟ طبعا ده اللي كنت بننصح بيه الناس قريب جدا في حلقه على القناه عندي، وقلت لهم يا جماعه لو هتروح سوق جمعه او سوق فيه كلاب خد معاك حد فاهم خالص ماشي. بس برده مش مضمون برده.
مش مضمون بامانه. بص هقول لك على حاجه مان، هقول لك هو الـ 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 مش مضمون في ايه بقى. هقول لك على حاجه مان بامانه، انا بحب اروح سوق الجمعه اتفرج. تتفرج تمام أتفرج. بص بقى هقول لك على حاجه. اللي بيطلع سوق الجمعه بالكلب بتاعه بيبقى طالع بيه لثلاث اسباب. واحد يا اما مسروق للاسف صراحه للاسف، يا اما الكلب فيه عيوب ومش عارف يصدره لحد او يطلعه لحد تمام، يا اما عنده ظروف شخصيه زي سفر او كلام من ده وعايز يبيعه دلوقتي وبيبيعه في سوق الجمعه بسعر رخيص وانت برضه بتخاف تشتريه الا يكون في مشاكل. صح. تمام، يعني اصبح انت كده بتشتري وانت مشتت. تمام، وصدفت علينا فتره كنت لما رحت سوق الجمعه في اسكندريه كنت مفوجئ ان الناس اللي بيبيعوا حتى مهددين من الحكومه ويقفلوا على السوق والكلام وكلام كده غريب كده. خدت بالك؟ طب انا ليه ما اشتريش من مهند من بيته حتى لو ما بيرجعش كلاب، بس ابقى عارف ان انا الكلب بتاع ابو نور او الله ابقى عارف حتى لو ما بيرجعش أبقى، بس ابقى انا يا باشا هسيح لمهند. انت بتتكلم ازاي؟ احنا في مصر. صحيح احنا في مصر يا صديقي. هسيح لمهند يوم ما الاقي الكلب فيه مشكله هسيح له، يا جماعه فلان الفلاني اللي عامل فيها ان هو مربي ده انا اشتريت منه كلب وحصل منه كذا كذا. صحيح. تمام، هدخل معايا واحد صديق ليا زي مهند او زي ده، يا مهند شوف فلان حصلت على اليوتيوب. وكان واحد صديق ليا اشترى كلب في القاهره وبعديها فوجئ ان هو كلب شعبي خالص على اسم ان هو مستوى عالي، وكلمني وقفت معاه وخد فلوسه. لا وفي اعداد بتتعمل ومعروفه يعني، بس في الكلام ده مش موجود. انا بفضل لما نشتري هو سوق الجمعه فيه برضه ناس كويسه يعني ما نظلمش حد، بس بفضل ان اللي يشتري لو رايح سوق الجمعه ياخد مع حد فاهم، ده مش عيب. صح. تمام، يا اما يبقى متابع مع حد. صح. خدت بالك او كلام من ده، لكن ان هو يروح يبقى مبتدئ في تربيه الكلاب ويروح سوق الجمعه يبقى انت مهند مسؤول عنه. صح ده اللي انا اعرفه. صح بس